أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد شغفها حبا. صدق الله العظيم. توأم الشعلة، عذاب وألم. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، كل توفيق لقلوبكم. توأم الشعلة، أسجل لكم هذا الصوت من الطبيعة الخلابة على أصوات البلابل والعصافير، لنكتسب معا طاقة إيجابية ونستخرج الطاقة السلبية بإذن الله تعالى. وسأضع لكم النقاط على الحروف. لماذا تفكر في توأمك سواء كنت مطاردا أم هاربا؟ ومتى يقفز إلى ذهنك ذلك الهارب؟ إليك أيها المطارد، وأنت أيضا أيها الهارب، كيف يقفز المطارد إلى ذهنك؟ في حالات كثيرة. ولماذا يقفز هذا المطارد في ذهنك أيها الهارب؟ والعكس صحيح، لماذا أيها المطارد يقفز إلى ذهنك فجأة ذلك المطارد؟ ونقول بأننا تشافينا ودخلنا مرحلة الصحوة، والتزمنا بأسرتنا وعائلتنا وأوضاعنا ومجتمعنا، ولكن مع الأسف تمر علينا نسمات ولحظات تؤرقنا وتقلقنا وتجعلنا نتشوق إلى ذلك التوأم. الطفل الذي فقد أمي ويبحث عنها، ثم يبحث ويبحث ويبحث، يبحث في كل الوجوه، على أم حنون، على صدر دافئ، فلا يجد ذلك الصدر ولا يجد ذلك الوجه. يتقلب ويتجول بين الوجوه جميعا ليجد ذلك التوأم، ولكنه لا يجده. ومن هنا بعد كل هذه اللحظات يجلس تحت الطبيعة الخلابة ليستمع إلى صوت البلابل والعصافير والطيور المغردة، ويتأمل ويتأمل ويتأمل، وينتظر وينتظر وينتظر. يا ابنتي، يا أختي، أيتها الزوجة الفاضلة، أيتها المرأة، يا أخي وصديقي وقرة عيني، لا بأس عندما تتذكر توأمك. ونتذكر الآية الكريمة التي تقول قد شغفها حبا. تأتي هنا تلك النسمة وذلك الطيف فجأة يتغلغل في قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وعقولنا ليذكرنا بتوأمنا، ونسأل نفسنا الحائرة، لقد كبرت وبلغت من الكبر عتيا، وأنا لست في وضع يؤهلني إلى العشق والغرام والحب والحنان. لا يا أخي، لا يا صديقي، لا يا أختي، يا ابنتي، حتى لو كبر الإنسان في عمره وتقدمت به السنون ودارت به الأيام، سيبقى القلب ناضجا يافعا مثمرا مزهرا يافعا، لا يشيخ ولا يكبر، حتى لو كبر في السن أو العمر، فالقلب لا يشيخ
والحب لا يموت، والحنان الصادق لا يموت أيضا إن كان صادقا وفيه إيثار وإحساس ومشاعر. الفكرة التي أريد أن أوصلها لكم أن الإنسان يكون في حالة طبيعية وفي ظروف طبيعية مع أسرته، مع زوجه سواء كان مطارد أم هارب، مع زوجته، مع أبنائه، إخوانه، أخواته، وأصدقائه وأقاربه، وفجأة تنفجر تلك القنبلة، قنبلة الشوق، قنبلة المحبة والحنان، قنبلة التفكر والتبحر والتأمل والتخيل، ويصبح يجلس لوحده في زاوية منفردة، يبتعد عن كل الناس، عن كل المناسبات، عن كل الأفراح والأتراح، ولا يذق لطعم الحياة شيئا، ولا يستسيغ حتى الماء ولا الهواء ولا البشر ولا الناس. هل تعلمون لماذا؟ لأنه يفكر بتوأمه. ما الذي جعله يفكر بهذا التوأم؟ ولماذا الآن بعد فوات الأوان، بعد مرور الأشهر والأيام والسنوات، كيف تذكره الآن مع فارق السن والظروف والمسافة والعادات والتقاليد والعمر؟ يا إلهي، إن هذا لشيء عجاب، وأيضا نقول إن هذا لشيء عجيب. كيف له أن يتذكر ذلك الشخص بثوان معدودة أو بمنام لم يفكر به واعتقد بأنه نسيه وطوى صفحة الماضي، طوى صفحة الماضي والذكريات والألم والتعب والحزن والكآبة. أما الآن فأصبح يلهث وراءه، أصبح المطارد يلهث خلف الهارب، وأصبح الهارب يفكر بالمطارد أيضا. طاقات مرسلة من قبل الطرفين هي عبارة عن mutual power، وهذه mutual power ترسل ما بين مطارد وهارب، نبضات وذبذبات وأحاسيس ومشاعر. وتسأل نفسك الحائرة، لماذا أفكر به الآن؟ وكيف جاء؟ ومتى جاء؟ ولماذا جاء؟ الإجابة على هذا السؤال: أولا الخذلان، الاكتئاب، الحرمان، الظلم، عدم تقدير الذات، عدم تقدير ذاتك من أقرب الناس إليك، وعدم زرع المعنويات العالية والحماس والمبادرات الطيبة في نفسك وعقلك وقلبك. كلهم ظلموك وطعنوك وقالوا ما ليس فيك، لا يفهمون عليك أبدا، لا يفهمون أحسانك ولا أتعابك، ولا يقدرون حتى إبداعاتك. أنت مبدع يا صديقي ويا ابنتي، أنت مبدعة، وأيتها الزوجة أنت جميلة، ولديك كل المقومات، ومبدعة في منزلك وأناقتك ولباسك وكلامك، ولكن هيهات 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 أن تجدي من يرى ذلك.
لا يرون الجمال ولا يشعرون بالإحساس ولا يشعرون بقيمتك ولا يقدرون ما تفعلينه معهم. كلهم ينظرون بعين واحدة ويسمعون بأذن واحدة، أو أنهم يسمعون بآذانهم. هذا شيء طبيعي، ولكن يا ابنتي، عندما يستمعون بعيونهم ويرون بآذانهم فيقلبون آية الحياة وآية التعامل والمحبة، وتصبحين هنا تنظرين إلى الطبيعة، وتنظر يا أخي أنت إلى تلك الطبيعة لتستمع إلى صوت الطيور، إلى صوت البلابل والعصافير، إلى أصوات الطيور المغردة، وتراها بأنها أفضل من الإنسان، وتحاول ثم تحاول وتحاول أن تقول يا ليتني طيرا من الطيور، أغرد وألعب وأطير وأحلق في أجواء السماء. فالأب لا يقدر ابنه، والأم لا تقدر مجهودات ابنتها، ولا حتى الأخت أو الأخ أو العشيرة أو القبيلة. فهذا ليس مربوط بعقيدة أو دين، وإنما هو شعور وإحساس. كلهم ظلموك، أنا أدري وأعلم وأعرف، لأنهم رموا بسهامهم عليك، حتى أنك أصبحت تتمشى في الشارع العام وتحت الأشجار وفي الغابات وعند البحيرات، وحتى تنزوي لوحدك في زاوية وحيدة تجلس بها لوحدك، تتفكر وتقول أنني أخاطب الطيور والعصافير والبلابل التي تفهم علي أكثر من بني البشر، ولا أحد يشعر بآلامي وأحزاني. كل تلك الظلمات وكل ذلك الظلم والحزن والألم والنرجسية والعكوسات، عكوسات تأتيك من كل نحو وصوب ومن كل الاتجاهات، تجعلك تفكر بتوأمك. ظلم، عدم حنان، عدم إحساس، عدم تقدير للمسؤولية، عدم تقدير لذاتك. فلا تبتئس عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والمكر هنا بمعنى التخطيط ضدك، ولكن بثقتك برب العالمين وبإحساسك الشامخ وبقوتك وإرادتك العظيمة سوف تجعلهم يلجؤون إليك كالجراذين، كالصغار نادمين طائعين. وهنا هذا السبب الأكبر، الطعنات والخيبات والظلم، يجعلك تلهث خلف توأمك وتبكي ثم تبكي ثم تبكي، وللأسف لن يشعر بك إلا توأمك. مهما اجتمعت الناس حولك أو أمامك أو خلفك. وأنا الآن أحب أن أسمع تعليقاتكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وفهمت المقصد أيضا، ما حال المطارد وما حال الهارب، وكيف يأتي الوجع، وما هي أسبابه، ولماذا. وأريد هنا أن أقول لكم، اكتبوا لي في التعليقات بماذا تشعرون، وما هي استفساراتكم وأسئلتكم، وإن شاء الله أجيبكم على أسئلتكم. وبتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.
فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكافة الإشعارات حتى يصلكم مني كل جديد. نكبر مع بعض، نتفاعل مع بعض كأسرة واحدة. أحبكم في الله جميعكم. تمنياتي لكم بالتوفيق. لايك سبسكرايب اند شير. Wish you all the best. God bless you.